بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سعيد بأن ألتقيكم من جديد في سلسلة محاضرات النظم الدستورية المقارنة، ومحاضرة اليوم ستتناول جانبا من التنظيم المؤسساتي للسلطة، وتحديدا مؤسسة البرلمان. وكما تعلمون، فالبرلمان البريطاني يتشكل من مجلسين، مجلس اللوردات ومجلس العموم. بالتالي فبريطانيا اعتمدت ثنائية مجلسية لها جذور تاريخية، إلا أنها الثنائية المجلسية كانت في الأول ثنائية مجلسية متوازنة، من منطلق أنه كان هناك نوع من التوازن بين مجلسي البرلمان، أي مجلس اللوردات ومجلس العموم. إلا أنه مع سلسلة التعديلات والإصلاحات الدستورية التي عرفتها بريطانيا، وتحديدا منذ 1911، والتي استهدفت بالتحديد إعادة إصلاح مجلس اللوردات، يعني أخذت هذه الثنائية المجلسية تتحول من ثنائية مجلسية متوازنة إلى ثنائية مجلسية غير متوازنة. وبالتالي فاليوم سنحاول في هذه المحاضرة الوقوف على تركيبة مجلس اللوردات، وانعقاد مجلس اللوردات وصلاحية مجلس اللوردات كمقدمة من أجل الوقوف على موقع مجلس اللوردات في النظام السياسي البريطاني. وقبل ذلك ينبغي التأكيد على نقطة جوهرية، هو أنه إصلاح مجلس اللوردات لم يمر هكذا، يعني بهدوء في الساحة السياسية البريطانية، بل كان هناك انقسام حول إصلاح مجلس اللوردات. وخيارات الإصلاح المطروحة كانت تنقسم إلى خيارات ثلاث، وهذه مسألة بديهية. خيار أول كان يدعو إلى إلغاء مجلس اللوردات، يعني إنهاء وجود مجلس اللوردات من الساحة السياسية البريطانية، وهذا خيار راديكالي من منطلق أنه يريد أن يضع يعني قطيعة مع إرث تاريخي. فمجلس اللوردات كمؤسسة لها يعني وجود تاريخي قديم، وبالتالي فحفظ الإرث التاريخي السياسي البريطاني حال دون يعني تبني هذا الخيار. خيار ثاني كان يرون يعني إصلاح مجلس اللوردات في اتجاه يعني جعله مجلسا منتخبا، وهذا الخيار يعني كان متوافق بشأنه داخل مجلس العموم، إلا أنه عورض بشدة من داخل مجلس اللوردات نفسه. وبالتالي فمسألة جعل مجلس اللوردات مجلسا منتخبا يعني اعترضها مسألة أساسية، هو مجلس اللوردات كمجلس منتخب بأي صلاحيات وبأي وزن في الساحة السياسية البريطانية، خصوصا في علاقته بمجلس يعني العموم. أما خيار يعني التمثيلية الترابية، يعني جعل مجلس اللوردات مجلسا ذات تمثيلية ترابية، فهذا الخيار لم يكن مطروحا على الإطلاق في الساحة السياسية البريطانية، خلافا لما هو عليه الشأن في العديد من التجارب الديمقراطية الأوروبية، خصوصا البرلمانيات الأوروبية، التي يعني جعلت أحد مجلسي البرلمان ذا تمثيلية ترابية. هذا الخيار لم يكن مطروحا في بريطانيا، خصوصا مع ما يسمى باللوا دي ديفوليسيون، يعني نقل السلطات إلى كل من بلاد الغال واسكتلندا وإيرلندا الشمالية. إذن هذا الخيار لم يكن مطروح. الخيار الوسط، والذي تم اعتماده وتحديدا منذ 1999، هو إعادة يعني هيكلة تركيبة مجلس اللوردات في اتجاه جعله مجلسا ذا يعني احترافية وذا مهنية في العمل البرلماني، خصوصا في جانب الرقابة. يعني أي نعم، أنه ليست له أدوات رقابة يعني رئيسية يمكنها يعني تحريك مسؤولية سياسية للحكومة،
فهذا لا يمتلك مزيز الضرورات خلاف المزيز العموم، ولكن على الأقل أعطيت له مجموعة من الآليات التي يمكنها يعني أن تضع الحكومة موضع يعني مساءلة ثانوية، مثل آلية الأسئلة الشفوية، آلية الأسئلة الكتابية، آلية اللجان البرلمانية، آلية المناقشة البرلمانية، ديبا برلمونتير. كل هذه الآليات هي آليات رقابة ثانوية، و الحامل البيداغوجي الذي أعطيتكم إياه يتضمن مجموعة نقاط يمكن الرجوع إليها ولا داعي للتفصيل فيها في هذه المحاضرة. هذه المحاضرة هي محاضرة لتبسيط الفهم بالتحديد، أما المعطيات فهي واردة في هذا الحامل البيداغوجي الذي أعطيتكم إياه، يعني السيبور بيداغوجيك الذي بين أيديكم. إذا يمكن أن نقف على هذه الصيرورة الإصلاحية من خلال نقاط ثلاث أساسية. النقطة الأولى هو تركيبة مجلس الضرورات، والنقطة الثانية هي انعقاد مجلس الضرورات، والنقطة الثالثة هي صلاحيات مجلس الضرورات. على الأقل سأعطيكم أكثر صورة عن مجلس الضرورات على أمل إن شاء الله بحول الله سنبحث دوره السياسي عندما سنبحث ما يسمى بميكانيزمات اشتغال النظام السياسي البريطاني. إذا فيما يتعلق بتركيبة مجلس الضرورات، من حيث مبدأ هناك ثلاث أنواع من العضوية داخل مجلس الضرورات. يعني العضوية الأولى هي عضوية لمدى الحياة، يعني الذين أعضاء لمدى الحياة، والعضوية الثانية هي عضوية بالوراثة، يعني أعضاء بالوراثة، والعضوية الثالثة هي عضوية دينية أو ذات طبيعة دينية. فيما يتعلق بالعضوية الأولى، وهذا معطى بسيط جدا، أنه لحدود يونيو 2019 كان عدد يعني الأعضاء لمدى الحياة داخل مجلس اللوردات حوالي 680 عضوا من أصل تقريبا 800 عضو. وهذه الأعضاء لمدى الحياة كانوا قبل 2001 يعينون من طرف الملكة، ولكن باقتراح من الوزير الأول، بمعنى أن من يمتلك سلطة القرار الفعلي في تعيينهم هو الوزير الأول. أما هذه صلاحية التعيين فهي صلاحية شرفية معطاة لي الملكة في إطار ما أسميناه سلفا بالصلاحيات الرمزية أو السيادية التي يسود من خلالها الملك ولا يحكم. ولكن بعد 2001 أحدثت لجنة مستقلة يعني تتلقى الترشيحات، دورها هو تلقي الترشيحات ويعني القيام بعملية دراسة لهذه الترشيحات، ثم يعني إعداد ملفات الترشيح وقائمة بالترشيحات المقبولة، وتعرض على الوزير الأول الذي يعرضها على الملكة قصد التعيين. وهنا ما ينبغي الإشارة إليه أن الوزير الأول هنا لا يمكنه على الإطلاق تجاوز مقترحات هذه اللجنة المستقلة المحدثة في 2001 من أجل تعيين هذه الأعضاء لمدى الحياة داخل مجلس اللوردات. لا يمكنه تجاوز مقترحات هذه اللجنة دون إثارة ما يسمى بحالة ضرر أو خطر استثنائي، يعني واحد ما يسمى بالغيزون دين اكسيبسيونيل غرافيتي، يعني يبرر من خلاله رفض الترشيح. هذا جانب أول. فيما يتعلق بالعضوية بالوراثة، هذه العضوية بالوراثة عرفت يعني هيكلة جذرية، على اعتبار أنه قبل 1999 كانت هناك تقريبا 730 عضو بالوراثة داخل مجلس اللوردات، إلا أنه بعد 1999 تم إلغاء، يعني مع إصلاح 1999 تم يعني إلغاء هذه العضوية بالوراثة، واحتفظ في مرحلة انتقالية واحد الفاز ترانزيتوار، احتفظ بحوالي 92 عضو بالوراثة فقط من أصل 730. نصف هذه 92 عضو انتخبوا من طرف يعني مجموع أعضاء مجلس اللوردات، والنصف الآخر انتخب من طرف الأعضاء بالوراثة. إذا بالتالي فعددهم إلى حدود شتنبر 2016، آخر إحصاء متوفر لدي، إلى حدود شتنبر 2016 كان عددهم حوالي 89 عضوا بالوراثة. ثم العضوية الثالثة هم أعضاء دين، يعني أو أعضاء ذوي يعني انتماء ديني، أو أعضاء رجال دين، يعني عضوية دينية، بحيث أنه داخل مجلس اللوردات هناك يعني حق تمثيلية ذات طبيعة دينية، بحيث نجد ممثلين للكنيسة من مجموع بريطانيا وعددهم تحديدا 26 عضوا داخل مجلس اللوردات، وهذه تمثيلية تاريخية قديمة. إذا
ما هي الملاحظات التي ينبغي الخروج بها من خلال هذه الدراسة الأولية لهذه التركيبة؟ وهذا ما يهمنا هو أن مجلس اللوطات، وهذه مسألة أساسية، لا يعتبر مجلسا منتخبا، إذا بالتالي فمجلس اللوطات لا ينتخب، وبالتالي فإنه لا يعكس نوعا من التمثيلية السياسية، هو لا يعبر عن الخريطة السياسية في بريطانيا، وبالتالي لا تتغير تركيبته بتغير الظرفية السياسية. عادة الظرفية السياسية تغير تركيبة المجالس المنتخبة، ولكن مجلس اللوردات لا يعتبر مجلسا منتخبا، وبالتالي فتركيبته السياسية تركيبته عفوا لا تتأثر بالظرفية السياسية، لأنه ليس بمجلس تمثيلية سياسية. إذا هذا معطى أول. المعطى الثاني هو أنه هذا خصوصا التغيير الذي طرأ على التركيبة، خصوصا بعد يعني هذا الميكانيزم ديال اللجنة المستقلة في 2001، أدى بالفعل إلى ربح ما يسمى رهان الاستقلالية، بحيث أنه أضحت لمجلس اللوردات استقلالية أكبر، و يعني هناك غياب لإمكانية احتوائه من طرف أي حزب سياسي مهيمن. إذا بالتالي فلم تعد هناك يعني سلطة للوزير الأول في التعيين، وبالتالي لم تعد هناك يعني بوليتيزاسيون ديال التعيين، تسييس للتعيين. بالعكس، هناك منحة مع 2001 ديال ديبوليتيزاسيون، نزع الطابع السياسي على التعيينات في مجلس اللوردات. إذا وضعية أعضائه كما قلنا لا تتأثر بظرفية انتخابية، حظوظ عدد كبير من الأعضاء المستقلين تقريبا وصل في حدود يعني في حدود شتنبر عفوا 2016 إلى 177 عضو مستقل، ما يسمى ب كروس بانسرز، يعني أعضاء مستقلين. التعيين لمدى الحياة هو الآخر، يعطي استقلالية للوردات حتى أمام الحزب الذي ينتمون إليه. تغيير نمط اختيار الأعضاء لمدى الحياة كما قلنا لم يؤثر فقط في الاستقلالية، بل أثر كذلك حتى في الخبرة، وهذا هو ما ينبغي تأكيده، أن مجلس اللوردات لا يعتبر كما يقول البعض غرفة للتسجيل. لا، مجلس اللوردات أي نعم ضعفت وظيفته التشريعية، ولكن وظيفته الرقابية يعني مهمة جدا، على الرغم أنه لا يمتلك آليات الرقابة الرئيسية، أقولها لا يمتلك آليات الرقابة الرئيسية، ولكن وظيفته يعني الرقابة حاضرة رغم ذلك. هذا فيما يتعلق بمجلس اللوردات من حيث التركيبة وكيف أثرت على العنصر الاستقلالي والاحترافية. فيما يتعلق بالنظام انعقاد مجلس اللوردات، هناك نظام ما يسمى بالدورة السنوية الواحدة، يعني ريجيم دو سيسيون انيال، وافتتاح الدورة يكون من طرف الملكة بخطاب للملكة، والدعوة للانعقاد ولانتهاء الدورة هي صلاحية ملكية، ولكن كما قلنا هي صلاحية ملكية شرفية، بحيث أن الانعقاد يعني قائم وانتهاء الدورة قائم، وبالتالي ليس هناك تدخل بسلطة قرار من طرف الملكة، بل هناك شكلية ديال دعوة للانعقاد ودعوة لانتهاء الدورة. اجتماعات المجلس، يعني المجلس يجتمع في إطار ممارسة وظيفته التشريعية والرقابية بقرار ذاتي، يعني واحد أوتو ديسيزيون، يعني بالتالي لا يتدخل فيه أي كان، مما يؤكد استقلاليته الوظيفية، وذلك بمعدل تقريبا يشمل معدل 35 أسبوع في السنة، أي ما يعادل تقريبا 140 يوم من العمل، 4 أيام كل أسبوع. هذا فيما يتعلق بانعقاد المجلس. صلاحيته، وهذا ما يهمني كثيرا، صلاحيات المجلس، يمكن أن نقول أن مجلس اللوردات مثله في ذلك مثل مجلس العموم، يمارس الوظيفة التشريعية ويمارس كذلك الوظيفة الرقابية، وهاتين وظيفتين تقليديتين لكل مؤسسة برلمانية، ولكن من طبع الحال هناك اختلاف في الجوهر من حيث الممارسة، لأن الضوابط تختلف. وهناك وظيفة ثالثة كان يمارسها مجلس اللوردات، هي الوظيفة القضائية، إلا أن هذه الوظيفة القضائية يمكن أن نقول بأنه يعني وضع لها حد منذ 2005 بمقتضى يعني إصلاح 2005، ولكن وضع لها حد رسمي وفعلي بمقتضى يعني دخول إصلاح 2005 لحيز التطبيق في 2009، وذلك بإحداث ما يسمى المحكمة العليا. فيما يتعلق بالوظيفة التشريعية، أعطيتكم مجموعة من المعطيات في سيبور بيداغوجيك،
ولكن هنا فقط أشرح ما المقصود بهذه الوظيفة التشريعية. لاحظوا أن مجلس اللوردات مثل في ذاك مثل مجلس العموم يمارس يعني وظيفته التشريعية المجسدة في 4 حقوق رئيسية: حق الاقتراح، حق المناقشة، حق التعديل، حق التصويت. إذا من حيث المبدأ لكل عضو من أعضاء مجلس اللوردات حق في الاقتراح، حق في المناقشة، حق في التعديل، وحق في التصويت، إلا أن كل ذلك بضوابط. وبالتالي فأول شيء ينبغي التأكد عليه هو أن القانون في بريطانيا لا يصدر عن المجلس العمومي وحده، بل القانون يصدر عن البرلمان، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك تطابق في النص بين ذلك النص المصادق عليه ومصوت عليه من طرف مجلس العموم، وذلك المصادق عليه أو المصوت عليه عفوا من طرف مجلس اللوردات. يعني هذا معطى أساسي، ولكن الممارسة يعني تجعلنا نقف على اختلاف التوازن عن مستوى الوظيفة التشريعية، بحيث أن هناك رجحان لمجلس العموم على مجلس اللوردات في ممارسة الوظيفة التشريعية. أي نعم أن القانون يصدر عن البرلمان بمجلسيه، مجلس العموم ومجلس اللوردات، ولكن التوازن يعني يميل لصالح مجلس العموم. كيف ذلك؟ سأركز على هذا المعطى من خلال 3 معطيات: أول من خلال المسطرة التشريعية العادية، ثاني حاجة من خلال ما يسمى بالمساطر التشريعية قد نقول خاصة، وهنا أعني بالتحديد اتفاق ساليسبوري، وأضع هذه المسألة التشريعية الخاصة بين المزوجتين، اتفاق ساليسبوري. والمعطى الثالث هو يتعلق بالقوانين ذات الطبيعة المالية. أرجع الآن إلى المعطى الأول، هو المساطر التشريعية ذات الطبيعة العادية، بحيث أنه أي قانون أو أي عفوا قانون هو في الأصل إما مشروع أو مقترح قانون كما تعلمون. إذا بالتالي فيمكن لأي مشروع قانون أو مقترح قانون أن يوضع في أي من المجلسين. إذا ليست هناك أولوية ديال وضع مشروع قانون في مجلس الـ يعني الـ العموم قبل مجلس اللوردات، اللهم إذا استثنينا القانون ذات الطبيعة المالية. إذا القانون العادي يوضع كمشروع سواء في مجلس اللوردات أو في مجلس العموم، وإن كانت يعني الممارسة أثبتت بأنه غالب مشاريع القوانين توضع في مجلس العموم. إذا المشروع المقترح يمر لزاما سواء في مجلس العموم أو في مجلس اللوردات، وهو ما يهمنا الآن، يمر لزاما ب5 مراحل. الوقت هنا لا يسع لشرح هذه المراحل، وكما يهمنا هو أن بعد انتهاء من هذه المراحل الخمس، يعني يصوت في آخر مرحلة، يصوت مجلس اللوردات على مشروع القانون أو مقترح القانون، وينبغي هنا أن يصوت عليه بنفس الصيغة التي أحيلت عليه من مجلس العموم. وإلا إذا ما أدخل تعديل، لاحظوا له الحق في المناقشة، له الحق في التعديل. إذا ما غير الصيغة فإن الصيغة المعدلة ينبغي أن تعرض على مجلس العموم، فإذا ما صوت مجلس العموم على الصيغة المعدلة من طرف مجلس اللوردات فإن هذا القانون يعني يحال على الملكة من أجل إصدار الأمر بنفاذه. إذا بالتالي لاحظوا هنا يصبح لمجلس اللوردات يصبح له دور، ولكن إذا ما يعني تمسك مجلس العموم بالصيغة الأولى التي صوت عليها فإنه ينبغي هنا يعني إذا ما تمسك يعني إذا ما قام مجلس العموم بالتصويت على نفس المشروع في دورتين سنويتين متتاليتين دو سيسيون أنيول سكسيسيف، فإنه في والحالة هاتي عفوا يحال هذا المشروع على المصادقة الملكية دون ما حاجة حينها لموافقة مجلس اللوردات. إذا لاحظوا كأنه في الأخير بعد هذه العملية ديال بيمبون ما يسمى بالنافيت، وإذا لم يكن هناك توافق ففي الأخير ترجح كفة مجلس العموم في المسطرة التشريعية، مما يدل على أنه هناك اختلال في التوازن على مستوى ممارسة الوظيفة التشريعية، حيث هناك رجحان لمجلس العموم على مجلس اللوردات، وهذا ما يجعلنا نقول بأن الثنائية المجلسية هنا ثنائية مجلسية غير متوازنة. المسألة تظهر بشكل أكبر عندما يتعلق الأمر ب ما يسمى بالقوانين ذات الطبيعة المالية، بحيث أنه هذا كل المشاريع القوانين، وهي دائما عبارة عن مشاريع القوانين، كل المشاريع ذات الطبيعة المالية
تعرض بالأسبقية على المجلس العموم. إذا لاحظوا هذا معطى أساس، ولا تخضع لأي مراجعة ولا تعديل من طرف مجلس اللوردات. إذا التالي مجلس اللوردات يناقش ولكن لا يعدل، لا يراجع هذه المشاريع القانون ذات الطبيعة المالية. وبالتالي ففي الأخير يعني مجلس اللوردات يتعين عليه أن يصوت في أجل 30 يوما على مشروع القانون كما أحيل عليه من طرف مجلس العموم. إذا هذه الصيغة التي صوت عليها مجلس العموم هي التي ينبغي أن يتبناها مجلس اللوردات في أجل 30 يوما. وإذا لم يصوت في أجل 30 يوما يعني مجلس اللوردات، فإنه يحال هذا مشروع القانون المالي على المصادقة الملكية بلا حاجة لموافقة مجلس اللوردات. بمعنى آخر كأن مجلس اللوردات هنا له 30 يوما كفيتو تشريع، وهذه هناك خلفية سياسية لهذا الفيتو تشريع ديال 30 يوما. لا يسع الوقت لشرحه الآن، ولكن سنعمد إلى شرحه إن شاء الله لاحقا. أي نعم ليس له أثر موقف ومؤثر بالأحرى في العمل التشريعي، ولكن على الأقل فيه نوع من سنسيبيليزاسيون دي لوبينيون بيبليك، لأن قد تكون ملاحظات مجلس اللوردات يعني مهمة جدا من حيث يعني الآثار السياسية، بحيث قد تشكل حرجا للحكومة أمام الرأي العام البريطاني. ولكن من حيث الأثر القانوني ينبغي على مجلس اللوردات أن يصوت في إطار يعني أجل 30 يوما على كل مشروع ذات طبيعة مالية كما صدق عليه مجلس العموم. هناك مسألة أخرى هي ما يسمى بمصادر تشريعية خاصة، وضع خاصة بين المزوجين كما قلت. وهنا أستحضر مثلا اتفاق ساليسبوري. ساليسبوري الإشارة هو زعيم حزب المحافظين في مجلس اللوردات في هذه الفترة 1946. في هذه الفترة هذه كان هناك اتفاق داخل مجلس اللوردات. هذه الكونفونسيون مهمة جدا في الحياة السياسية البريطانية. بحال مثلا الكونفونسيون تم التوصل إليه سنة 1946 داخل مجلس اللوردات. بماذا يقضي؟ يقضي بأنه إذا ما كان هناك مشروع قانون وحيل على مجلس اللوردات، فإن مجلس اللوردات لا يمكنه معارضة يعني هذا المشروع قانون في المرحلتين الثانية والثالثة من المسطرة التشريعية، بشرط متى لا يمكن أن يعارضه؟ إذا كان هذا المشروع قانون يتضمن مبدأ من أساسيا مضمن أصلا في البرنامج الانتخابي. لماذا هذه المسألة هذه؟ لأن قد يكون هناك مبدأ أساسي مضمن في البرنامج الانتخابي، والبرنامج الانتخابي في بريطانيا له قدسية، بحيث أن هذا البرنامج الانتخابي هو الذي يخول هذا الحزب بأن يفوز بالأغلبية. وبالتالي احتراما لرغبة هذا الناخب البريطاني الذي أعطى الأغلبية لهذا البرنامج الانتخابي في شخص الحزب حامل هذا المشروع، يتحول هذا البرنامج الانتخابي إلى برنامج حكومي. إذا تصريف هذا البرنامج الحكومي يتم عبر مشاريع قوانين وعبر مقترحات القوانين. إذا ما كان هناك مبدأ مضمن أصلا في هذا البرنامج الانتخابي وحاز على ثقة الناخب البريطاني، وكان هذا المبدأ موضوع في مشروع قانون أو مقترح قانون، فإن مجلس اللوردات لا يمكنه أن يعارض هذا المشروع القانون من منطلق احترام هذا البرنامج الانتخابي ذي القدسية، و يعني الذي حاز أغلبية يعني من الأصوات في انتخابات مجلس العموم. إذن هذا ماذا يبين؟ يبين بأنه أي نعم من حيث المبدأ أن هناك وظيفة شرعية يمتلكها مجلس اللوردات ممثلة في حق أعضائه في المناقشة، في التعديل، في الاقتراح، في التصويت، ولكن بضوابط كما أسلفنا وقد أوضحت ذلك في كل مصدر من هذه المصادر. هذا على مستوى الوظيفة التشريعية. على مستوى الوظيفة الرقابية لمجلس اللوردات أيضا وظيفة رقابية، ولكن رجاء دعوني نميز بين ما يسمى بآلية الرقابة الثانوية وآلية الرقابة الرئيسية، بحيث أن آلية الرقابة الرئيسية يعني ما يسمى بالكنترول بلوزوتي دو كنترول ماجور، يعني هي آلية رقابة تؤدي إلى تحريك المسؤولية السياسية للحكومة. إذن لماذا هي رئيسية؟ لأنها تضع الحكومة موضع مساءلة يمكن أن تعصف بعمرها السياسي، يعني إن صح التعبير، يعني أن تنهي عمر الحكومة السياسي.
وبالتالي تسمى آلية من آلية الرقابة الرئيسية. خلاف ذلك فإن هناك آلية رقابة أخرى هي آلية رقابة الثانوية ما يسمى بليزوتي دو كونترول مينور، وهذه الآليات هي آليات نراقب من خلال الحكومة، يعني تراقب الحكومة من طرف البرلمان بمقتضى هذه الآليات، ولكن لا تؤدي إلى تحرك مسؤولية سياسية للحكومة، من قبيل مثلا آلية الأسئلة سواء كانت شفوية أو كتابية، آلية المناقشات البرلمانية لي ديبا بارلمونتير، آلية اللجان البرلمانية. إذا بالتالي فهذه الآليات كلها آليات رقابة ثانوية، وإذا بالتالي فمجلس اللوردات في إطار وظيفته الرقابية يملك آلية الرقابة الثانوية ولكن لا يملك آلية الرقابة الرئيسية، خلافا لمجلس العموم. مجلس العموم يملك آلية الرقابة الثانوية ويملك آلية الرقابة السياسية. إذا بالتالي فتحريك المسؤولية السياسية بآلية الرقابة الرئيسية هو حكر على مجلس العموم دون مجلس اللوردات. إذا فيما يتعلق بآلية الأسئلة وآلية الأسئلة الشفوية يعني والكتابية وآلية يعني المناقشة البرلمانية، هذه حددتها لكم في السب البيداغوجيك يعني الحامل البيداغوجي، ولا داعي لي العودة إليه لأن لا تثير كبير إشكال. هناك آلية أخرى هي آلية اللجان البرلمانية. إذا هناك داخل مجلس اللوردات لجان برلمانية، ولكن اللجان البرلمانية لها خصوصيتها، بحيث رجاء عندما أتحدث عن آلية اللجان البرلمانية الدائمة فأضع دائما بين مزدوجين، لأن لها خصوصية في التجربة البريطانية كما قلت. هذه آلية رقابية وليست يعني لا أقصد بها لجان دائمة للتشريع على شكل ما هو بالنسبة مثلا للبرلمان المغربي أو العديد من البرلمانات الغربية مثل البرلمان الفرنسي أو غيره من البرلمانات. لا، في بريطانيا عندما أقصد مجلس اللوردات أقصد آلية اللجان البرلمانية الدائمة، أقصد آليات اللجان البرلمانية كآلية للرقابة، لرقابة العمل الحكومي. وعلى اعتبار أن الوظيفة ديال الإعداد ومناقشة عفوا وتعديل وكل ما يتعلق بالعمل التشريعي، هذه ينعقد المجلس كما يقال كوم كوميتي دو توت لا شومبر، يعني ينعقد مجلس اللوردات بمجموع أعضائه، ولكن ليس كمجلس اللوردات ولكن كلجنة لجنة للتشريع. هذا جانب يعني يمكن أن تبحثوا في ما يسمى بالكوميتي أوف ذا وول هاوس، يعني انعقاد المجلس كلجنة تشريع عامة. هذا شيء آخر ليس هنا الوقت للتفصيل فيه، ولكن ما يهمني هو أن هناك لجان برلمانية دائمة تقوم بعملية الرقابة على العمل الحكومي، من قبيل مثلا أحدثت لجان داخل مجلس اللوردات وتحديدا منذ 1979 مثلا، مثل لجنة مكلفة بكل ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، خصوصا قبل الخروج في إطار البريكسيت، قبل البريكسيت لجنة تخص كل ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي. إذا هذه لجنة أخرى تخص كل ما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا، لجنة أخرى تتعلق بكل ما يتعلق بالإصلاح الدستوري، لجنة أخرى تتعلق بالشؤون الاقتصادية، لجنة أخرى تتعلق بكل ما يتعلق بالاتصالات. هناك لجان أخرى حدثت فيما بعد تتعلق بما يسمى ب يعني رقابة الاختصاصات المخولة للحكومة في إطار ما يسمى بالتشريع المفوض، يعني وإن كان التشريع المفوض في بريطانيا له خصوصيته أيضا. إذا بالتالي لاحظوا فهي لجان وظيفتها هي رقابة العمل الحكومي، ولاحظوا كأنها لجان لاحظوا كأنها ليست سيكتوريال، ليست قطاعية، كأنها ترانسفيرسال، عرضانية، لاحظوا تتناول مجموعة من الميادين. هذا جانب. إذا بالتالي فهناك لجان برلمانية يعني تقوم هذه اللجان البرلمانية يعني رأسها رئيس اللجنة كما أوضحت لكم في الحامل البيداغوجي، وتتشكل من كاتب لجنة، مستشار خاص، يمكن أن تستدعي الشهود، يمكن أن تستدعي الوزراء المعنيين والمسؤولين يعني العموميين المسؤولين، وتعد تقارير في ذلك، وتعرض التقارير على ما يسمى بالديبا بارلمونتير. هذه المناقشات البرلمانية فيها ثلاث أنواع كما أسلفت، من ضمن هذا النوع الثالث هو تلك المناقشات البرلمانية التي تنصب على دراسة التقارير المحالة من طرف اللجنة. إذا بالتالي فلاحظوا هذا عمل برلماني رقابي يقوم به مجلس اللوردات يعني في مواجهة الحكومة. وبالفعل هناك يعني أؤكد بأن العمل الرقابي لمجلس اللوردات في بريطانيا عمل يتميز باستقلالية ويتميز باحترافية. لماذا؟ لأنه الآن مجلس اللوردات نتيجة الإصلاحات التي عرفته وتركيبته منذ 1996 أصبح مجلس خبرات
تجد خبراء في القانون، خبراء من مجال الأعمال، من مجال الاقتصاد، من إذا بالتالي لدينا يعني خبرات في مجلس اللوردات، وهذا ما أثر إيجابا على عمله الرقابي للحكومة. هذا فيما يتعلق بالوظيفة الرقابية. هناك وظيفة أخرى، قد تجد بعض الكتب تتحدث عفوا عن وظيفة قضائية لمجلس اللوردات. للأسف هذه كتب يعني تتحدث عن وظيفة تاريخية لمجلس اللوردات، أي نعم تاريخية، من منطلق أنه كان مجلس اللوردات ينعقد بمثابة لجنة للاستئناف. كانت هناك لجنة للاستئناف مشكلة من 12 قاضي لورد، يعني هي بمثابة لجنة للاستئناف كأعلى هيئة قضائية تنظر في مجموع القضايا المدنية والجنائية لمجموع المملكة المتحدة، اللهم إذا استثنينا يعني القضايا الجنائية لاسكتلندا، لأن كانت هي تختص بها القضاء الاسكتلندي، القضايا الجنائية أقول فقط، أما ما دون ذلك فمجموع القضايا الأخرى يعني المدنية والجنائية التي تخص يعني مكونات ما يسمى بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، فكلها كانت تحال على هذه اللجنة كأعلى هيئة قضائية. ولكن مع تعديل 2005 يعني أحدثت لجنة أو محكمة عليا، أصبحت هي أعلى هيئة قضائية تختص بذلك، وبالتالي هذا الاختصاص القضائي لم يعد قائما لمجلس اللوردز، بل أعطي للمحكمة العليا التي دخلت حيز التنفيذ مع 2009. إذا هذا سنعمل إن شاء الله إلى بيانية عندما سنتحدث عن المحكمة العليا. إذا خلاصة ما تقدم هو أنه مجلس اللوردات ومجلس العموم يشكلان معا البرلمان البريطاني، وبالتالي في البرلمان البريطاني هو برلمان يعني يوصف بالثنائية المجلسية، يعني بريطانيا اعتمدت نظام ثنائي المجلسية، إلا أنها الثنائي المجلسية كما قلت في بداية هذه المحاضرة، ثنائي مجلسية بدأت متوازنة لتنتهي إلى ما هي عليه اليوم، ثنائية مجلسية غير متوازنة، وهذا ما سأعمد إلى توضيح بشكل أكبر عندما سأتحدث معكم إن شاء الله على مجلس العموم في المحاضرة يعني المقبلة إن شاء الله. إلى ذلك الوقت استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.